في إحدى العصور القديمة، حين انتشر وباء الطاعون في بلاد الهند، مهراجا اليوم في الجولة التفقدية رأيت بأن وجهك قد تغير، ما بالك؟ نعم يا وزير، في الجولة التنكرية حسيت بأن جميع الناس مدمرة وأن الوباء انتشر انتشارا كبيرا، كل يوم نفقد عنا ناس عزيزين علينا بسبب هذا الوباء، والوضع الصحي غير مطمئن وأنا خائف. لا عليك مولاي، بالنسبة لهذا المرض الأطباء يبحثون عن دواء ينجيكم وينجينا من هذا الوباء، فأطمئن. أنا دائما أفكر في هذا الموضوع وشاغل بالي كثيرا يا وزير. نعم مولاي. اطلب لي الساحر حالا. أمرك مولاي. أيها الحارس، اطلب لي الساحر سان خان حالا. في ماذا تريد الساحر يا مولاي؟ سوف ترى. أيها الحارس دعه يدخل. هل طلبتني مولاي؟ نعم أيها الساحر، في خدمتك. أريد منك أن تكشف لي عن المستقبل. سمعا وطاعة مولاي. تفضل مولاي، المستقبل بين يديك. أيها المستقبل، ما أخباركم؟ أصبح التنقل لدينا سهلا وسريعا بسبب وجود الطائرات والسيارات، كما وأنه بسبب تقدم العمران أصبح لدينا مستشفيات ومراكز صحية وأدوية تقينا من الأمراض. هل مرض الطاعون موجود عندكم؟ لا، غير موجود هذا المرض لسبب تطور العلم. الحمد لله. لكن عندنا مرض منتشر في جميع أنحاء العالم وانتشاره قوي جدا ويسمى فيروس كورونا. يا الله، وماذا تفعلون الآن؟ الآن جاري الأبحاث من الأطباء والعلماء عن أدوية ولقاحات مضادة لهذا الوباء، وسوف نقضي عليه في أقرب وقت إن شاء الله. أيها الساحر،
أحسنت أيها الساحر. يا وزير. نعم مولاي. صرف له مكافأة. أمرك مولاي. أيها الحارس. الشكر الجزيل لك مولاي. هل تأذن لي؟ مولاي، عندي لك فكرة وأتمنى أن تنال إعجابك وتزيل الهم عنك. قل أيها الوزير، وما الفكرة؟ هل تريد أن آتي لك بشاعر أو منشد؟ لا لا، ليس الآن، لا أريد ذلك. قل ما تريد وأنا خادمك وتحت أمرك، ولكن لا أحب أن أراك بهذه الحالة. في ماذا تفكر يا مولاي؟ لا أدري، ولكن أنا لا أحب أن أرى الناس في الولاية يتذمرون. وأنت رأيت ماذا قال المستقبل، الأمراض والأوبئة لم يقضوا عليها. لا عليك، اهدأ قليلا، ستنحل الأمور إن شاء الله. يا وزير. نعم مولاي. أريد منك أن تحضر لي أكبر حكيم في الولاية، والآن حالا. أمرك مولاي. أيها الحارس، اطلب لي الآن وحالا الحكيم برهام. يا وزير. نعم مولاي. هذه الفاكهة من أين؟ هذه الفاكهة من فرشة ثمرات في وسط المدينة مولاي. لطيف جدا، وطعمها طيب ولذيذ. عليك بألف عافية. هل تذوقت من هذا العنب؟ إنه لذيذ، جربه مولاي. تذوقته ولكنه حامض جدا، وأنت تعرف أنا لا أحب الأشياء الحامضة، تسبب لي حرارة في المعدة. هل تأذن لي بالقليل؟ تفضل. فعلا انه حامض. ماذا عن هذا الرمان؟ انها فاكهة الملوك، تذوق منه قليلا. سوف اجربها، فعلا انها فاكهة الملوك. صحيح انها طيبة. احسنت احسنت ايها الوزير. عليك بألف عافية مولاي. أريد منك أن تحضر لي شاعر. أمرك. أيها الحارس، اطلب لنا الشاعر حالا.
هل طلبت الشاعر؟ سيأتي حالاً. أهلاً أيها الأمير. تفضل أيها الشاعر. إن شاء الله، وأتمنى أن تنال إعجابك كلماتي واتكالي على الذي لكما أبصر. ذلي يزيد في تعظيمي ومعيني على النوائب ليث، هو ذخري وفارج همومي، ملك تسجد الملوك لذكرى، هو وتومي إليه بالتفحيم. أحسنت أيها الشاعر. يا وزير. نعم مولاي. أكرمه. أمرك مولاي. هيا أيها الشاعر. يا وزير. نعم مولاي. إلى الآن لم يأتي الحكيم، أحضره حالا. الحكيم؟ حالا مولاي. أيها الحراس، أين الحكيم برهام؟ تفضل تفضل يا حكيم. السلام عليكم مولاي. وعليك السلام أيها الحكيم. الحكيم برهام في خدمتك. أيها الحكيم، أريد منك أن تنقش على هذا الخاتم عبارة، إن قرأتها وأنا حزين أفرح، وإذا قرأتها وأنا سعيد تذهب عني نشوة الفرح. عبارة إذا قرأتها وأنت حزين تفرح، وإذا قرأتها وأنت سعيد تذهب عنك نشوة الفرح. نعم أيها الحكيم. هل تمهلني بضعة أيام وآتيك بالجواب؟ سوف أمهلك يوما واحدا فقط. لا بأس مولاي. هل تأذن لي هل تأذن لي يا مولاي؟ عبارة إذا قرأها وهو حزين يفرح، وإذا كان سعيدا تذهب عنه نشوة الفرح. ما الحل يا برهام؟ ما الحل؟ إذا كان سعيدا يا وزير. نعم مولاي. كأنه يهلوس. لا يا مولاي، هذا من أفضل الفلاسفة عندنا. سوف نرى. مولاي، التفكير كثيرا يضر بصحتك. السلام عليك مولاي. وعليك السلام أيها الوزير. الحكيم بانتظارك، هل تأذن له بالدخول؟ فليتفضل. أيها الحارس، دعه يدخل.
السلام عليكم أيها المهراج العظيم. وعليك السلام أيها الحكيم. تفضل بالجلوس. ما بك يا حكيم؟ وجهك لا يبشر بالخير. لا عليك مولاي، لقد أتيت لك بما طلبت. أيها الحكيم، لا تفشلنا. ما عليك يا وزير، الموضوع عندي وسينال رضا الملك أيضا. أتمنى ذلك. هل لي بخاتمك يا مولاي؟ يا وزير. نعم مولاي. هيا يا حكيم ابدأ. أهنئك مولاي، إنه من الخواتيم الثمينة. لقد أهداني إياه ملك توبلستان. بل إنه من الأحجار المباركة. سيزداد بريقا بعد أن تنقش عبارتك. ماذا يناسبك مولاي؟ هل أنقش عليه بالطول أم بالعرض؟ لا يهم ذلك. إني أرى أن بالعرض يناسبه أكثر. تستطيع ذلك. لقد اخترت لك أحد الخطوط الهندية العريقة. نعم، وهي تناسب مقام جلالتكم. تفضل يا مولاي، أتمنى أن تنال إعجابكم، وأسأل الله أن تدوم الأفراح والرخاء مملكتنا الغالية. أحسنت أيها الحكيم، المكافأة بعد أن أجرب العبارة لم أستفد منها فحسابك عسير. أنا عملت ما أستطيع فعله مولاي، والباقي على الله. أما الآن هل تأذن لي بالخروج؟ أين الملك؟ لدي خبر له غير سعيد. كيف سأخبره؟ لا أعلم ما به في هذه الأيام. ما بك يا وزير؟ مولاي، لدي خبر لك غير سعيد. وما الخبر؟ حصانك العزيز على قلبك قد مات. ماذا تقول؟ لقد كان عزيزا على قلبي، وفيه ريحة الوالد. ريحة الوالد؟ أبوك زريبة؟ ماذا تقول؟ نعم، إنه عزيز علينا وفيه غمضة عين.
يذهب عني. ومصيبته ومصيبته. كيف أهدو ملك؟ كيف أهدو ملك؟ ما الحال؟ ما الحال يا وزير؟ كيف سيهدو؟ سيمضي يا وزير. نعم مولاي. أخبر النحات أن نصنع له تمثالا تخليدا. تمثالا؟ أين سنضعه؟ أمرهم أن يضعوه في اسطبلات الملك. أمرك مولاي. مولاي مولاي، ما بك يا وزير تلهث؟ لدي خطاب لك. أسمعنا. من قائد الجيش إلى ملكنا العظيم مهراجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تم فتح ولاية كورستان من قبل سواعد جيشنا الكبير، وهي الآن تحت أمرتك بالكامل. الحمد لله على ما أعطيتني. الحمد لله. أيها الوزير. نعم مولاي. مكافأة لجميع من في الولاية بمناسبة هذا الإنجاز العظيم. أمرك مولاي. هذه الأخبار التي يفرح بها الجميع. سأكتب كتابا تعميما لهذه المكافأة عن إنك مولاي. سيمضي. السلام على مهراج العظيم. وعليك السلام أيها الوزير. هل لديك أخبار؟ لدي بشارة لك قوية جدا. وما البشارة؟ وهي تم اكتشاف منجم مليء بالذهب والأحجار الكريمة. وهذا سيدور علينا الخير الكثير. فعلا فعلا إنها جميلة. فعلا اكتشفوا منجم. نعم مولاي. يا لها من سعادة، يا لها من سعادة. سيمضي. ما بك مولاي؟ من آتي لك بخبر حزين تهدأ، وإن كان فرح تهدأ أيضا. أيها الوزير. نعم مولاي. اطلب لي الحكيم. أمرك مولاي. أيها الحارس، اطلب لي الحكيم حالا. دعه يدخل. السلام عليكم مولاي. وعليك السلام أيها الحكيم. هل طلبتني مولاي؟ نعم. إن العبارة التي نقشتها على هذا الخاتم فعلا إنها جميلة ولقد أبهرتني، ولها دور كبير في الأمور التي أقوم بها. لذا قررنا بصرف مكافأة تقديرا وعرفانا لك. فشكرا لك أيها الحكيم. الشكر لله، يسعدني أنها نالت رضاكم
وتقديركم. أيها الوزير. نعم مولاي. اصرف له مكافأة. أمرك مولاي. أيها الحارس. تفضل يا حكيم. الشكر الجزيل لكم مولاي. أسأل الله أن تدوم أن يدوم عليكم بالصحة والعافية. هل تأذن لي بالخروج؟ يا حكيم، ما الذي نقشته على الخاتم؟ لقد نقشت عبارة هذا الوقت سيمضي.